أنا ما عم صدق. أنت عملت حالك فاقد الذاكرة؟ يعني ما فيك شيء؟ يعني أنت كنت عم تكذب علينا؟ أنت مانك فاقد الذاكرة؟ كنت عم تلعب بمشاعرنا كل هالوقت؟ لك أنت شو؟ روشني اسمعيني. صوت ولا كلمة. أنت شو مفكر حالك؟ يلا جاوبني، بس لا تكون عم تفكر حضرتك إنك ترجع لحياة أمي بعد كل شي صار ومن بعد ما دمرت حياتها لأمي. شو بدك؟ بدك ترجع تحرق لها قلبها مرة تانية؟ احكي. روشني لو سمحتي، على القليلة اسمعي شو بدي يقول. شو بدي اسمع؟ سيد هارت، انت قلت لي انه لازم نساعده وانه هالرجال مريض. بس هو مو مريض، عم تفهم علي؟ هذا الرجال كذب علينا، هو متذكر كل شيء. هذا الرجال بده يرجع يكسر قلب امي. ما رح اسمح بهالشيء. اسمعي روشني، لا من هون. روشني. انا بكرهك خلاص روشني، خلاص عيب. لا. عيب. اسمعي واعطيه فرصة ليحكي. بس عن جد سيد هارت، ليش لازم اسمع له؟ وانت ليش واقف معه كل هالقد؟